السلام عليكم، مرحبا يا صف رابع، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. الواجب المنزلي، الواجب المنزلي. المفردات الجديدة: ودود، 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 friendly، ودود، لطيف، 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 نايس. التمثيل، التمثيل، acting، المسرح، المسرح. طيب، 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 good. متعاون، متعاون، متعاون. وقتا، وقتا، وقتا. رائعا، رائعا، رائعا. مهذب، مهذب، مهذب. ذكي، ذكي، ذكي. نلتقط، نلتقط، نلتقط. الصور، الصور، الصور. المسبح، المسبح، المسبح. الأماكن، الأماكن، الأماكن. قضاء، قضاء، قضاء. يتصف بأنه، يتصف بأنه. اقرأ الآن هذه الفقرة، تدرب على القراءة وسجلها وأرسلها للمعلمة. مرحبا أصدقائي، اليوم سوف أحكي لكم عن زيارتي لصديقي. صديقي يوسف يتميز بأنه ودود ولطيف. زرت صديقي يوسف في بيته العطلة الماضية، قضينا وقتا رائعا، لعبت معه بالألعاب في غرفته الواسعة، ثم ذهبت معه إلى مسبح المنزل. بعد ذلك تناولت وجبة الغداء مع صديقي وأسرته، تناولت الدجاج المقلي مع الأرز والسلطة، كان الطعام شهيا ولذيذا جدا. ثم جلست معه في غرفة الجلوس الكبيرة، شاهدنا فيلما ممتعا، وفي المساء كان موعد وجبة العشاء، فذهبت مع صديقي يوسف إلى حديقة بيته وتناولنا اللحم المشوي مع المعكرونة. استمتعت كثيرا بهذه الزيارة الممتعة، أرجو أن تتكرر الزيارة مرة أخرى.